الجزائر من الدول الأكثر استخداماً للمواد البلاستيكية، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن الجزائريين يستخدمون سنوياً من 6 إلى 7 مليار كيس بلاستيكي. تستخدم المواد البلاستيكية في عدة أمور تنفع الإنسان، لكن التخلص من نفاياتها يسبب مشاكل بيئية كبيرة. لذا أصبحت مشاريع تدوير النفايات البلاستيكية ومعالجتها إلى منتج جديد أمر ضروري لمحاصرة هذا الانتشار الواسع للنفايات. عملية تدوير كلاسيكية وهي تشمل عدة مراحل. أولا يتم جمع النفايات البلاستيكية من المناطق الحضارية والريفية وحتى من المؤسسات الصناعية بواسطة خاصة القطاع الغير رسمي وعبر المؤسسات خاصة. بعد ذلك تفرز هذه النفايات حسب نوع البلاستيك، حيث يتم فصل البلاستيك القابل للتدوير من عن الأنواع الأخرى، ثم تعالج النفايات البلاستيكية من خلال عملية التكسير والتسخين لإعادة تشكيلها إلى مواد جديدة. عملية إعادة تدوير النفايات البلاستيكية تساهم بشكل كبير في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال توفير الموارد وخفض التكاليف، وكما توفر هذه العملية الموارد الطبيعية وتقليل التلوث وإنشاء فرص عمل جديدة، مما يحقق الاستدامة الاقتصادية والبيئية. تدوير النفايات البلاستيكية له فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة. من الناحية الاقتصادية والاجتماعية يمكن مثلا أن يخلق فرص عمل عديدة ودائمة في مجالات عدة مثل الجمع، الفرز والمعالجة، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة بطبيعة الحال. تعزيز الوعي العام حول أهمية إعادة التدوير وتشجيع كل الفاعلين خاصة المواطنين على المشاركة من خلال مجموعة من البرامج والحملات التي تروج لهذه العملية.